خير لكل المشاهدين اللي عم بتابعونا اليوم بحلقة فيت بيت. رح كون عم نشتغل سوا شولدر ورك اوت. رح كون عم بستعمل هالإلاستيك باند. شوفوا هال إذا بدكم هالطريقة اللي كتير هينة ومفيدة لنمرن عضلات الكتاف بالبيت. رح بلش بأول اكسرسايز اللي هو الفرونت شولدر ريز. رح كون عم حط إجري بهالطريقة ورح أطلع بإيدي على مستوى كتافي خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة بعد مرتين مرة اثنين. الإلاستيك باند اللي عم بشتغل فيها هي ليفل 1 أو إذا بدكم منا كتير قاسية. طبعاً بنصحكم تكونوا عم تعملوا أول ست أو الورم أب ست للإكسرسايزز بإلاستيك باند منا قاسية، بتحضروا حالكم هيك أكتر وبتصيروا جاهزين لتكونوا عم تشتغلوا الورك أوت إذا بدكم بطريقة انتنسيتي عالية أو بإلاستيك باند أشد. رح انتقل لتاني إكسرسايز رح كون عم بشتغل كمان حط ايدي فوق راسي بهالشكل، بحاول قد ما في يكون ايكوال ديستنس ورح انزل مرة اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة بعد مرتين مرة اثنين. ريح ايدي شوي. عم بنتقل انا من اكسرسايز لاكسرسايز كانها سيركت يعني نون ستوب بدون رياحة. اكيد انتم فيكم تكونوا عم تشتغلوا كل اكسرسايز لثلاثة ساتس وتريحوا وقت اطول وترجعوا تعيدوا نفس التمرين او بتشتغلوا مثلي بهالطريقة اللي هي كمان مفيدة وإذا خصوصا إذا ما كان عندكم كثير وقت خلال النهار فهيدي تمرينة سريعة. رح انتقل لتاني اكسرسايز يلي رح كون في ايدي بهالوضعية، الباند عم تكون ورا ظهري، رح كون مثبتة ايد اليمين وعم بشتغل اكستنشن لفوق، عم شغل كمان عضلة الترايسبس، فيني يكون عم بعمل ريزيستنس من الميل الثاني، يعني عم شد بهالايد وعم بطلع بالايد الثانية كمان ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة بعد مرتين مرة اثنين. أكيد بشتغل الإكسرسايز على الجهة الثانية ورح كون كمان نفس الطريقة باند ورا، فيني يكون عم بعمل ريزيستنس بهالايد نفس الوقت عم بطلع بالإيد الثانية ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة بعد مرتين مرة وآخر مرة وبريح ريح كتافي. تكون عم بعمل bending forward بهالشكل hip hinged لورا، رح كون عم بحط الإلاستيك باند to the front بهالشكل، رح اطلع بإيدي اثنين ثلاثة أربعة أوبشن كمان فينا نكون عم نشتغل فيه لهيدا الإكسرسايز من ورا خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. فيني يكون عم بعمل ريبيتيشن بحدود إذا بدكم من 8 رابس ل 20 رابس حسب قدرتي وحسب شو عم بستعمل الإلاستيك باند وقديش هي قاسية. أكيد كل ما قسيت الإلاستيك باند رح ننزل بالنمبر أوف ريبيتيشنز وكل ما كانت هينة رح نطلع بالريبيتيشنز. رح أشتغل آخر إكسرسايز اللي هو من قدام بهالشكل، رح أحط الإلاستيك باند جهة حد خصري جهة تانية كمان جهتين عم شد فيهم، رح كون عم بطلع expansion up 2 3 4 كمان ten بعد مرتين
مرة اثنين switch sides أكيد دايما drop the shoulders ريحوا حالكم دبروا مع الجهة الثانية extend two seven, eight, nine, ten. بعد مرتين مرة اثنين خلصت السيركت خلصنا التمارين إذا بدكم عملنا one round كاملة من هيدي الاكسرسايزز أكيد أنا بنصحكم تكونوا عم تعيدوا ل two more rounds يعني بعد جولتين من هيدي التمارين لتكونوا عملتوا تمرينة كاملة للشولدرز وللإيدين وهيك تكونوا عم تستفيدوا أكثر إذا عدتوا الجولات. هذا كل شيء كان لليوم، بتمنى لكم نهار حلو، أكيد بشوفكم بتمارين جديدة بكره.